جونيور تمريره حلوه، والاول للمجزل عن طريق عبد العزيز يوسف، مرتده سريعه والمجزل يباغت الباطن بالهدف الاول في الدقيقه 5. ايوه كده هدف اول جميل لمصلحه نادي المجزل. ايوه كده المباراه بتولع والمباراه بتشتعل من بدايتها، و1-0 لمصلحه نادي المجزل. 1-0 هدف اول كده في اول 5 دقائق، هدف اول عن طريق نادي المجزل، والهدف عن طريق عبد العزيز يوسف من تمريره بينيه ممتازه من اللي مررها له البرازيلي السيد فالدو بريرا. ادي البينيه وادي الكوره، ادي شوف بريرا لعب له العرضيه لوحده ويركنها على يمين مزيد فريح. الاول لمصلحه نادي المجزل عن طريق عبد العزيز يوسف اللي بيحضر بالهدف الاول لمصلحه نادي المجزل. 1-0